نبدأ من بيروت عاصمة الثقافة والأدب. في يوم آخر صنع اللبنانيون فيه العجب، حتى باتوا حديث العالم وفخر العرب. تمكن اللبنانيون وفي مدينة شمعون بإلحاق الهزيمة بالشمشون. كان الطقس غزير الأمطار، ورغم ذلك حضر الزوار من كل دار ودار. يتقدمهم رئيس مغوار لشعب جبار. علقوا الآمال على زياد بإبعاد الأخطار، وعلى عنتر وعطوي وبلال والسعدي بأن يلعبوا باقتدار. شجعوا وهدفوا باسم محمود ووليد ورامز وغدار. رددوا يا رضا ويا كل الرفاق، لبنان يؤازركم، فحققوا الانتصار. نزل الأبطال وأثبتوا أنهم رجال، في أجواء أقرب إلى الخيال. لم يصدق الجميع ما يحدث، عبر بعضهم بدموع الفرح، والبقية حتى اللحظة أيها السيدات والسادة، إنه العزم، إنها الإرادة، إنها عزيمة اللبناني التي استطاعت أن تحول الجراح إلى أفراح. انتفض اللبناني متحديا الصعاب من تحت الرماد كما طائر الفينيق، ونجح بأن يحول اللاشيء إلى إعجاب. منتخب كان قبل أيام لا يملك قمصانا للتدريب، لكنه أثبت أنه يملك ما هو أغلى بكثير، الروح والإرادة على فعل المعجزات وعلى تحويل الواقع الأليم إلى حلم عظيم. من منتخب كان قبل أسابيع جسرا للعبور، من دور ممنوع فيه الجمهور، من بيئة فيها اللاعب والمدرب والمشجع مقهور، من وطن أنهكته السياسة على مر العصور. طل الأبطال في الطريق نحو المونديال، نجحت الكرة المستديرة، وفي زمن الطاولات المستديرة، ليس بإدارة جلسة حوار بل برفع راية الأرز عاليا فوق الكبار، وصنعوا أغلى انتصار في أجمل مشوار. وبإذن الله سنكمل إلى آخر الأدوار، وبنفس العزم والإصرار، ونثبت أننا كبار بين الكبار، وأننا ومن شواطئنا صدرنا الحرف، ومن صباحنا أضأنا عتمة الدنيا بالأنوار. فكذا نحو البرازيل ذاهبون، وبنفس الروح مستمرون، حتى إسعاد كل اللبنانيون، مقيمون ومهاجرون. هكذا وعدنا أبطالنا اللاعبون، فعذرا ميسي وعذرا ناني، حان دور المنتخب اللبناني. عذرا برشلونة، نتأسف يا مدريد، لقد اكتشفنا هويتنا من جديد. وجاي دورك برازيل، اللبناني لا يعرف المستحيل. هكذا راحت تردد الجماهير اللبنانية بعد فوزها على كوريا الجنوبية بمباراة تاريخية، فوز ستتحدث عنه الأجداد للأولاد والأحفاد، عن كتيبة بوكير التي صنعت الأمجاد. في ربيع كرة القدم تزداد الأرز تخضرارا، ونزداد معها إصرارا على مواصلة ما بدأناه.